عندي عتب مع الرئيسة هو على قصر الإجابة ومحدودية الأرقام. السؤال كان عن المشاريع والاستثمارات السياحية والعوائد المرجوة منها بجدول توضيحي ل4 سنوات السابقة والمتوقع للسنوات القادمة. كان الرد أن 11 مليون زائر. معالي الرئيس، رقم عام ولا يرتقي أن يكون رقم في رد إلى عضو مجلس النواب يحمل دور رقابي. 11 مليون زائر، هل هم سواح أم هم أشخاص تحولوا بعد زيارتهم من البحرين إلى عمال، أم هم ترانزيت حتى ما طلعوا من المطار؟ سعادة الوزير، من استلم دفة الوزارة إلى الحين ما تغير أي شيء بالنسبة إلى معايير السياحة أو إيرادات السياحة بالنسبة للناتج المحلي أو بالنسبة حتى إلى ميزانية الدولة أو إضافة حق مساحة الدولة. بل كان هناك من خلال البحث الشخصي تراجع السياح في 2019 بنسبة 8.2%، تراجع العوائد المالية في 2018 بنسبة 12.5%، ارتفاع بسيط في العوائد المالية في 2019 بنسبة 7%. معالي الرئيس، السؤال المقدم من النواب بالعادة أساس وضع مؤشرات قياس نحدد منها التطور في المشاريع القادمة والمشاريع المستقبلية، وأيضا هل احنا حركنا ساكن في هذا القطاع أو لا. فالسؤال بالنسبة للسياحة وعوائد السياحة، كلنا نعرف أن العنصر الأساسي فيه هو مقياس عدد الليالي اللي يقيم فيها السائح في البحرين، لأن من خلاله نقدر نقيم موضوع الإنفاق داخل الدولة. يعني وين راح تأهيل الكوادر البحرينية؟ وين البرامج الكوادر الوطنية بالنسبة للسياحة؟ يعني الأجنبي يسوق البحرين هذا يعني مقبول؟ ما أتوقع أن في أحد منكم يقبل هذا المعيار من عقب سنين من ترويج إلى تطوير السياحة. يعني 23 مليون دينار عشان 6 مطاعم و14 دكان و6 كشكات، وين المردود فيه؟ يعني هل بنخلي الانتري حق المواطنين 10 دينار حق التذكرة حق المواطن عشان يدخل عشان نقول بنطلع قيمة المشروع؟ ومع ان المفترض انه يكون المشروع متنفس للاهالي والصيادين وليس مشروع تجاري. بالنسبه لواجهه الغوص البحريه، اخذني تصفح تفاصيل المشروع الى ذكرى مشروع طائره الغوص الاليم. عقب ما جبنا طياره وكلفنا عليها ملايين غوصناها في البحر ما كملت سنه. خلينا الفاتحه على المشروع. ما اعرف كم عطوا الاستشاري اللي حدد لهم موقع تنزيل الطائرة، يعني هيبقى تكلفة يعني لازم يحاسبون عليها. جرفة التيارات، وهي يبين على ضعف الفني في بناء الدراسات للمشاريع. والحين الوزير بقى يتكلم عن مطعم طائر الله يستر.